اول فائده ينالها الخلوق الراحه في الدنيا واول عقوبه ينالها من لا اخلاق له العناء في هذه الدنيا عناء من جملة الأخلاق الرضا بقضاء الله عندنا صبر هذا مفهوم وعدنا الرضا الرضا بما قضى الله واحد أي شيء كتب الله له ليعيش تناقض داخلي بينه وبين هذا الواقع القائم أنتم تعانون مشكلة مثلا كل واحد يعاني مشكلة ماكو واحد ما عنده مشكلة واحد دائما يعيش تناقض داخلي لأنه يعاني من هذه المشكلة هذا يحطم دنيا واحد قبيح مو حلو هذا دائما يحمله تناقضا ويحمل هم هذا يدمر دنياه قبل آخرته واحد يعاني من آفة من نقص يعيش هذه العقدة هذا يدمر حياته ديل كارنيجي هذا الرجل المعروف يقول أنا بحثت ما أعلم يقول أربعين عام قال ثلاثين عام حول سر السعادة في هذه الدنيا بعد هذه المدة الطويلة توصلت إلى هذه الكلمة هاي الكلمة اللي أئمتنا قالوا لنا قبل ألف وأربعمائة عام ارضى بما كتب الله لك تكيف تكيف خارجي تكيف نفسي أيضا الرضا بقضاء الله الصبر على المشكلات طلاقه الوجه البشر العفو، الاغماض واحد عندما ما يعفو عن الاخرين يحترق بهذه النار التي اوقدها اما اذا تجاوز القضيه تنتهي القضيه خارجيا ونفسيا